أربع لجان هي حصيلة الإجراءات الرسمية بعد تظاهرة عقود النفط الدامية في الناصرية. أول اللجان التحقيقية كانت من وزارة الداخلية للتحقيق في التسبب بجرح 19 منتسبا أمنيا. لجنة تحقيقية أخرى شكلتها اللجنة الأمنية في مجلس النواب، ولجنة شكلها المحافظ فضلا عن رابعة لمجلس المحافظة خرجت بأربعة مقررات بعد اجتماع مغلق ضم المحافظة ومسؤولي الأجهزة الأمنية. دعم الأجهزة الأمنية وتسريع إجراءات تثبيت المتعاقدين في دوائر المحافظة المختلفة التي تشكل هذه المعضلة واحدة من أسباب التظاهرات اليومية المطالبة بمزيد من التخصيصات، مقررات انبثقت من جلسة مجلس المحافظة المخصصة لمناقشة تداعيات التظاهرة. أولا، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس المحافظة وقيادة الشرطة لمتابعة والمحافظة لمتابعة طلبات المتظاهرين الخدمية وإيجاد الحلول المناسبة لها. ثانيا، دعم الأجهزة الأمنية وفرض هيبة الدولة وتأمين دوائر الدولة كافة. ثالثا، مخاطبة الحكومة المركزية بإيلاء أهمية خاصة لمحافظة كونها محافظة محرومة خصوصا فيما يتعلق تثبيت الأخوة العقود في شركة نفط ذي قار وغيرها من دوائر الدولة. رابعا، الإسراع باستكمال إجراءات العقود في محافظة ذي قار فيما يخص 9000 درجة وظيفية. شكرا لكم. أستاذ أحمد، وفيما شكلت الحكومة الاتحادية والمحلية هذه اللجان، ما زالت الجهود مستمرة للإفراج عن معتقلي التظاهر من موظفي العقود الذين أفرج عن 10 منهم، فيما يبقى 18 آخرون قيد الاعتقال بسبب دعاوى قضائية رفعتها شركة نفط ذي قار بحقهم. من الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في.